أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو الرد على من يستدل على جواز تخصيص يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم بعمل صالح بما روى مسلم في صحيحه عندما سئل صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الاثنين فقال عليه الصلاة والسلام: فيه ولدت الحديث؟ نعم، نصومه الذي شرع فيه الصيام فقط، أما أننا نحدث غير الصيام في هذا اليوم فلا. وأيضا اليوم الذي ولد فيه الرسول من الذي حدده؟ ما ثبت يوم معين، ولو كان في تحليله وتحديده وأمر واجب لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يبين اليوم الذي ولد فيه من السنة، ما بينه من السنة، والمشروع فيه الصيام فقط، أما احتفال أما أشياء أخرى فهذا بدعة.